دي دلوقتي عطيني في البيول ايه تلاقي تلاقي احنا اليوم في التخليد ديال اليوم العالمي لمناهضة خطاب الكراهية في إطار برنامج أحياء المواطنة وبالضبط في المدينة القديمة. برنامج أحياء المواطنة برنامج كيهدف للتعبئة ديال المشاركة المجتمعية والمسؤولية العمومية من أجل دعم إدماج الشباب في الأحياء. كيدار بتعاون ما بين منتدى المواطنة ووكالة الأمريكية للتعاون الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للهجرة وبرنامج فرصتي وبالشراكة والمشاركة ديال مجموعة ديال الفعاليات وجمعية المجتمع المدني في حي المدينة القديمة وأحياء مقاطعة سيدي عثمان وبطبيعة الحال بدعم ومشاركة ديال السلطات العمومية المندوبيات الوزارية والمجالس المنتخبة ومجموعة ديال الفعاليات الثقافية وفنية وإعلامية. ففي إطار هذه المبادرة اللي كتهدف إلى تعبئة مجموعة ديال الفاعلين الاجتماعيين والتكوين ديال المتأهل ديال كفريق سيسعى إلى إطلاق مجموعة ديال المبادرات في الحي على مستوى المؤسسات ديال التنشئة الاجتماعية، المدرسة، دار الشباب، المركز الثقافي والفني، الملعب الرياضي، الفضاءات الحي، الشارع، الساحات، الملاعب، وعلى مستوى مختلف المؤسسات بتعاون مع المندوبيات الوزارية والمرافق. هذا الفريق غادي يطلق مبادرة لدعم الأدوار والقدرات ديال هذه المؤسسات ديال التنشئة الاجتماعية والتربية، مواكبة الأطفال واليافعين والشباب في المسار ديال الإدماج ديالهم والتنشئة ديالهم الاجتماعية والتربوية والتعليمية والمهنية، وتعبئة ولاد الدرب وبنات الدرب باش يرجعوا للدرب يشتغلوا فيه ويتعاونوا فيه ويتطوعوا من اجل دعم المسارات ديال الادماج ديال الاطفال واليافعين والشباب. بطبيعة الحال اليوم عندنا التخليد ديال اليوم العالمي لمناهضة خطاب الكراهية اللي اليوم كاين اجماع داخل يعني مختلف القوى الدولية لا الحكومية ولا المجتمعية ان اليوم التدبير السلمي للاختلاف، القبول بالتنوع، القبول بالتعدد، التعايش السلمي، العيش الانساني المشترك، التسامح ولا شرط اساسي ديال الامن والسلام وديال التنمية لا المحلية ولا الجهوية ولا الوطنية ولا الدولية. لهذا الغاية من هذا اللقاء اليوم هو تعبئة 100 ديال الحاضرة معنا، 100 ديال الأطفال واليافعين والشباب من مختلف المناطق في حي المدينة القديمة وفي المجال الترابي ديال المدينة القديمة، غيشتغلوا النهار كامل مع مجموعة ديال الأطر تربوية وثقافية وفنية حول خطاب الكراهية، الأضرار ديالو، السبل والآليات المناهضة ديالته، وأشنا هي المبادئ والقيم والآليات ديال تنمية العيش المشترك والتسامح والتعاون والعمل الجماعي داخل حي المدينة القديمة.